مرحبا بكم معنا في موضوع تعريف النباتات. عندنا اليوم نبات الشمندر او الشويندر او البنجر او الباربت، نوع نباتي جذري درني يتبع قبيلة السرمقاوية او الرمرامية من الفصيلة القطيفية. قسم الشمندر نوعين، أولهما شمندر السكري لإنتاج السكر، والثاني يستخدم كمسلوق أو في المخللات. النبات ثنائي الحول ويكون أحيانا معمر، أما اللون الأحمر في الشمندر فأنتج عن مادة بتاين التي توازن الحموضة في المعدة وتسهل عملية الهضم. شكل الشمندر المخروطي وهو أبيض اللون، يستخدم جذر الشمندر استخلاص السكر، حيث يحتوي جذوره على نسبة من مادة السكروز، كما يحتوي على مواد غير سكرية نيتروجينية وأملاح معدنية وألياف. مكونات الشمندر، يحتوي على 90% من وزنه ماء. طبعا في معلومات أخرى. فوائد الشمندر لاستخدام الزراعة، الطابع الفيزيائي، الظروف المناخية، الزراعة بنجر بنجاح، تغيير المناخ، طرق الزراعة، أنواع الشمندر. أضع لكم الرابط أسفل الفيديو، لا تنسوا الاشتراك وعمل لايكات وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد. والسلام.